عزيزي مدخن الفيب والشيشة انتبه، دي الفقرات العنقية بتاعتك، دي الأعصاب الصفرة الصغيرة دي اللي خارج عشان تدي إشارات عصبية لدراعك كتافك. دلوقتي أنا ماسك الفيب، تخيل معايا كده أهو، ها الشفطة دي أنت عارفها كويس، وبتاع الشيشة الشفطة دي بتشد العضلات بتاعت الرقبة جامد جدا، وتروح ضغطالك على الأعصاب اللي هنا دي، وتحسسك ساعات بقى يا إيه، ادي العصب ده رايح لدماغك صداع، العصب ده رايح لدراعك تنميل، العصب ده رايح لكتفك من هنا وجع هنا بتاع الابهر لحد الحته دي نص ظهرك ابهر صداع تنميل ايدين. انا مدخن ومدخن بشراهه وعندي اعراض الصداع واعراض تنميل ايدين، ما تزعلش. طب يا دكتور وايه الحل؟ الحل الافضل انك تحاول بس تعمل تمارين استرتشات بسيطه بعد ما تقعد تعمل بالفيب او الشيشه، ويا ريت تبطلهم. التمرين اهو، بتعمل ايدك كده اهو وتمط كده، والناحية التانية عشرين مرة يمين وشمال مرتين في اليوم، والف سلام.